الحمد لله السيارات المحروقات والأغذية والأدوية كما نشاهد الحمد لله كمان المدنيين عم تنزل على بيوتها عم ترجع على عفرين على جنديرس على دير بلوط على المناطق اللي تحررت والحمد لله الطريق آمن وكويس بس الأخوة المدنيين يستحملونا وشوي شوي علينا لأنه مثل ما أنك شايف زحمة سير كبيرة عم ننظف المناطق هون من الألغام منشان نرجع ندخلهم شوي شوي على مناطقهم ممنوع أي حاجز بيوقف أي أخ أو أي سيارة كانت أدوية أو أغذية أو محروقات وقال لهم بدي ضريبة أو أي شيء مبلغ مالي ما بيعطوه أو إذا أعطوه بيرجعوا للمركزية المركزيات معروفة أو أي مقر قريب عليهم وبتحاسبوا محاسبة بمحكمة قاسية عليهم. الطريق كويس بس في شوية عذاب وفي شوية يعني مثل الطريق الترابي بيعذب العالم شوي وزحمة لازم يكون تنسيق أحسن من هيك. في عرقلات شيء هنا؟ والله شيء بسيط يعني الجيش الحر شوي يعني. ايوه. ايه بس طريق تمام الحمد لله، ما في كسيارتي أنا خصوصا بروح برجع فيها ما في ضرائب. أنا جيت من العزاز. العزاز عفرين على جنديرس. بالنسبة للطريق زحمة كثير بشكل كثير. وبالنسبة للحواجز أول عفرين أخذوا منا 1000 ليرة على سيارة صغيرة وعلى سيارة كبيرة 2000 وأول حاجة جنديرس أخذ منا 1000 على سيارة صغيرة و2000 على سيارة كبيرة وهون في تل سلور كمان أخذوا 1000 ب2000 على سيارة كبيرة وصغيرة وأنا بالنسبة لي ما بقى أرجع عيدة أبدا لأنه طريق زحمة كتير بشكل والطريق فيه مازوت وسيارات عم تزحط كتير يعني وطريق بهدلة سيارات فوق بعضها يعني أنا بتمنى يعني إنه تيسرنا هالأمر يعني أمر كتير صعب وأنا بالنسبة لي ما بقى أرجع عيدة لأنه زحمة بشكل أنا سألت قيادي هلأ من شوي قال إنه أي حدا بياخد من على الحواجز مصاري فلازم تبلغوا المركزية أنت حاولت تبلغ المركزية شيء لا ما حاولت ما تعرف المعلومة ما بنعرف ويعني وإذا قلنا بجوز ما نسجل يعني بجوز يعملوا لنا أشكال راجع زاز داخل والطالع الداخل بده ياخذ منه والطالع بده ياخذ منه الداخل بده ياخذ هويات الركاب في الكراج بيسلموا اياهم مشان ياخذ له الركاب بعدين بيرجع وين انت طالع طالع مثلا جرابلس طالع الراعي طالع هيك بياخذ اجار راكب منك هو في المكتب بيرك انت ما انت بتصفي راي ببلاش مجانا صاد بياخذوا المبالغ هلا اجار مثلا الراعي مثلا 2000 بياخذوا منك ال 2000 في حزاز جرابلس مثلا أجار جرابلس 3000 راكب بياخذ 3000 منك في المكتب الراكب الجاي باتجاه ادلب بده يرجع ياخذ منه 1500 واذا سياره فاضيه بده ياخذ منها بقايا 2000 يا 3 حسب الشخص اللي بيرك